المتحدة بعثة الأمم المتحدة في هذه الحالة يعني تم استعمالها في كثير من الحالات. نعم. تم استعمالها في المفاوضات السودانية في قضية دارفور وفي جنوب السودان وفي كثير من المناطق. بعثة الأمم المتحدة عندما تدخل في قضية أولا تخلق أطراف. نعم. لا تلجأ إلى الأطراف الحقيقية الموجودة، ولكن تخلق أطراف تتعامل معها وتفترض أنهم هم الأطراف الحقيقيين. يعني وتغطي على ذلك طبعا بالإعلام وبالدعاية وما يسمى بالاعتراف الدولي لإعطاء الشرعية لهذه الأطراف اللي المصطنعة اللي تم انتقاها وتم اختيارها من بعثة الأمم المتحدة. وطبعا نتيجة للضخ الإعلامي ونتيجة للفترة الزمنية اللي منحت كان يتوقع أن هذه الظاهرة اللي هي ظاهرة إعلامية، هذا مجرد وهم، مجرد يعني خيال، مجرد أحلام زائفة يعني يتم التسويق لها. فالوهم بحكومة وفاق وطني واتفاق دولي ومعتمد من أطراف دولية، هذا كله وهم تم التسويق له على أمل أن يتحول إلى واقع في فترة زمنية قصيرة. وهذا لم يحدث. إذا كان تحول إلى واقع حتى من ناحية قانونية بتترتب عليه نتائج اللي هو سلطة الأمر الواقع. يعني سلطة الأمر الواقع إذا كانت يعني شاملة ويعني وعميقة يعني متمكنة متمكنة وشاملة في جميع أرجاء البلاد، تتحول إلى سلطة أمر واقع ويكون لها آثار قانونية. ولكن هذه المحاولة إذا كانت قاعدة هجينة وقاعدة في الخارج ولم تتمكن من إدارة مرافق الدولة بالكامل، وظلت هناك سلطات أخرى تنازحها الشرعية، إذن حتى الأثر القانوني لها لا يتأتى، يعني لا يصبح لها أثر قانوني اللي هو يخص أو يتعلق بالسلطة الأمر الواقع.